صباح الخير على أنورة، صباح الخير لكل اللي بيتابعونا. فعلا مثل ما ذكرت من ساعات الصباح الباكر انطلقت حملة التطعيم في المدارس بتنظيم وشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. احنا اليوم موجودين في مدرسة عزيز شاهين في رام الله، حيث من المتوقع وصول دولة رئيس الوزراء دكتور محمد شتية، يرافقه معالي وزير الصحة دكتور مايكيلا ومعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور مروان عورتاني لافتتاح هذه الحملة. ولكن كما بتشاهدوا خلفي بدأوا الطالبات في هذه المدرسة بتلقي اللقاح. احنا بنتحدث عن لقاح لطلبة الثانوية العامة من الصف العاشر وحتى الثاني عشر. في هذه المدرسة تحديدا سيستفيد 385 طالبة من تلقي اللقاح. طبعا في كل مدرسة رح تكون العملية على حدة، نظرا لأنه هم المدرسة بحاجة لموافقة الأهالي وأولياء الأمور. فكل طالبة مثل ما بتشوفوا هي بتسجل في البداية وبتبرز أوراقها وموافقة أهلها لحتى تكون بتلقي اللقاح. تفاصيل أكثر عن ترتيب هذه العملية معي هنا دكتور إيهاب شكري، مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم. صباح الخير، أهلا فيك. صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم، سعيدين بحضوركم معنا وشكرا لتلفزيون فلسطين على هذه التغطية. اليوم إن شاء الله تبدأ حملة تطعيم لجميع طلبة المدارس الثانوية اللي بتحوي صفوف 10 و11 و12. الحملة راح تستمر خلال الأسبوعين القادمين، راح نغطي خلالها أكثر من 259 ألف طالب وطالبة في موافقة من الأهالي كبيرة عند الطلاب والطالبات. تم توعيتهم، تم الحديث معهم، تم تطمئنة الأهالي، الطعم آمن. معنا وزارة الصحة شركائنا الرئيسيين في هذا الأمر. الآن واضح التعاون وعملية التطعيم بشكل سلس وبشكل آمن لجميع الطلاب والطالبات. نطمن الأهالي ونطمن مجتمعنا الفلسطيني، رح نصل إن شاء الله إلى نسبة تغطية كبيرة من التطعيم من أجل كسر حدة الوباء ومن أجل الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ونستطيع أن نستمر في عملية التعلم الوجاهي بالكامل خلال الفترة القادمة. طيب دكتور إيهاب، بدنا نتحدث سريعا حتى نستثمر الوقت، كيف رح يتم التعامل مع الأهالي اللي رافضين فكرة التطعيم؟ نعرف أنه في بعض التخوفات ما زالت في المجتمع لأنه يشترط موافقة الأهالي، هذا أولا. ثانيا، كيف تعاملتوا وحضرتوا الطلبة بشكل عام من ناحية توعيتهم بشأن اللقاح، أهميته، إيجابياته، وأيضا كيف يتعاملوا في حال ظهرت بعض الأعراض ما بعد تلقيه؟ التخوف مبرر يعني، لكن احنا بالاقناع وبالحديث وبالحوار مع الاهالي رح نصل الى تفاهمات عديده. عندنا تجارب محليه وعندنا تجارب دوليه وعندنا توصيات منظمه الصحه العالميه، ومن خلال خبره وزاره الصحه خلال الفتره الماضيه طعمنا اكثر من 36 الف معلم ومعلمه، لم تصل عندنا اي حاله عليها اي مشاكل صحيه. لذلك نطمن الاهالي وسنعمل معا سويا ان شاء الله من اجل تحقيق اهدافنا. كل الشكر لحضرتك لهذه الجهود. لتفاصيل اكثر ايضا عن حمله تطعيم المدارس وتحديدا الطلبه معي هنا الدكتور كمال الشقره الناطق باسم وزاره الصحه. صباح الخير، اهلا فيك. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، وان شاء الله ان الكل يقبل زي ما هم مقبلين حاليا الطلاب الى التطعيم، لانه التطعيم في النهايه هو الواقع اللي احنا كنا ننتظره وينتظره كل الشعب الفلسطيني. نحن اليوم يعني نقوم بافتتاح التطعيم للطلبه في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، استكمالا للتوصيات دوله رئيس الوزراء ومعالي وزيره الصحه ووزير التربيه والتعليم. كذلك نحن في ان واحد نقوم بعمل التطعيمات في كافه الجامعات في فلسطين، وكذلك قمنا بفتح مراكز طبية حتى الساعة 10 مساء، وأعلن عنها عبر الإعلام في كل محافظة على حدة. يستطيع المواطن سواء صباحا أو مساء أن يذهب لتلقي التطعيم في الوحدات الصحية المعلن عنها. هذا يساعدنا ويساعد الطواقم، وإحنا بندعو كل الشعب الفلسطيني، كل الفئات وكل المواطنين حتى الأجانب التوجه إلى مراكز الصحة لأخذ التطعيمات اللازمة للوقاية، لأنه إحنا بنمر في مرحلة صعبة. وللأسف الشديد كما تشاهدون هناك يعني تصاعد كبير في المنحنى الوبائي خلال الفترة السابقة، هناك تصاعد في دخول المستشفيات، هناك تصاعد في حالة الوفيات، وهناك تصاعد في إدخال على أجهزة التنفس. حملة تطعيم
المدارس كيف رح تساهم في زيادة المناعة المجتمعية اللي احنا بدنا نوصل لها؟ لأي مدى بتشكل المدارس فعلا عامل مهم في انتشار الوباء أو الحد من انتشاره؟ يعني المخالطة الكبيرة ما بين الطلاب في المدارس بكل فئاتها وبكل يعني مناطقها، سواء كانت بالموجود حاليا، سواء كان من الطلبة من نفس المحافظة أو من غير المحافظة، تنقل الطلاب من مكان إلى آخر وتعاملهم المباشر بعضهم البعض سيؤدي إلى انتقال العدوى طبعا إذا ما كان هناك عدوى كبيرة جدا في هذه المدارس إلى مناطق أخرى، سواء للعائلات أو لكبار السن أو غيرهم. فهذه الحملة تؤدي إلى حماية الطلبة أولا، حماية من إصابة بالمرض، حماية أهليهم، حماية العائلات، حماية المجتمع بشكل كامل. فيعني احنا الكل ندعو، والكل الحمد لله هناك استجابة كاملة لتلقي هذه اللقاحات، لأنه يعني يعني الشيء العالمي حاليا موجود، حتى منظمة الصحة العالمية والدول المجاورة تعطي أن المتلقي اللقاح في الطفرات الجديدة تحميه لحد 80 إلى 90% من الإصابة بهذه يعني الطفرات الجديدة. أخيرا دكتور كمال، متى من المتوقع أن تنتهي هذه الحملة في المدارس؟ يعني نحن طواقمنا في وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة صراحة، الأسبوع القادم من خلال الأشرة أيام القادمة من تطعيم تقريبا 230 إلى 250 ألف طالب على مستوى الوطن. كل هذا يأتي بالشكر الكبير والدعم الكبير من الطواقم الطبية التي تعمل ليل نهار، والدعم المباشر صراحة من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة الصحة. إحنا كطواقم صحية التي تعمل بالتنسيق المباشر أيضا، هناك تعاون كبير ما بين وتربية التعليم والتعليم العالي للجامعات، وهناك صراحة يعني استجابة كبيرة جدا من قبل الطلاب والأهالي. يعني مثل ما تابعنا وإياكم بدأت الحملة هذا اليوم، ستستمر كما تحدث الدكتور كمال لمدة 10 أيام ليستفيد منها جميع طلبة المرحلة الثانوية، على أن يتم بعدها البدء بتطعيم المرحلة الأساسية العليا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية بأن يتم تطعيم كل من هو فوق سن 12. طبعا المدرسة هنا بانتظار دولة رئيس الوزراء ليصل وليطلع على جهوزية الطواقم الطبية والطواقم أيضا الأكاديمية هنا لتنظيم هذه العملية والانتهاء من تطعيم الطالبات في هذه المدرسة لهذا اليوم. لهون بنكون وصلنا وياكم لنهاية هذه النافذة الصباحية، وبنرجع بنذكر أنه مراكز التطعيم مفتوحة في جميع المحافظات لكل المواطنين، بإمكان الجميع التوجه لأخذ اللقاح لحماية أنفسنا. عودة لكم نورة وعلاء، صباح الخير من جديد.